أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج شخصية معروفة. ضيف الحلقة لهذا اليوم مدير قسم الطرق في بلدية بغداد الجديدة الأستاذ المهندس صادق كاظم عبد الله، فلنرحب به أنا وأنتم. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي، شرفنا، الله يسلمك. نتكلم عن مهامك في قسم الطرق وما هي الأعمال التي يقوم بها هذا القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بالنسبة إلى قسم الطرق، نعم، يقع ضمن دائرة بلدية بغداد الجديدة. نعم. الأعمال هي أعمال يومية، أعمال صيانة الطرق. نعم. تشمل أعمال ترميم الشوارع بعد إجراء أعمال ربط الشبكات المجاري أو حفر مي عند وجود كسورات ماء. نعم. ضمن القاطع يقوم قسم الطرق بأعمال ترقيع. نعم. إضافة إلى أعمال صيانة الشوارع من مقرنص وقالب جانبي، إضافة إلى صيانة المباني الإنشائية الموجودة ضمن قاطع دائرة بلدية بغداد جديدة. هذا كله ضمن اختصاصكم كقسم الطرق، ضمن الدائرة البلدية. ضمن دائرة البلدية. نعم. نعم. كم عمل تستطيعون أن تنجزون خلال الشهر الواحد في المناطق؟ احنا عموما يعني. إحنا بالنسبة لنا تجينا شكاوي من قبل. نعم. المواطنين. نعم. أو من قبل دائرة الإعلام ضمن أمانة بغداد. نعم. والعمل هو مستمر، يعني احنا بالنسبة لنا شكاوي تجي تدرج ضمن خطة أعمال قسم الطرق. نعم. تقدم خطة شهرية لأعمال طرق يتم تنفيذها أول بأول خلال الشهر. يعني أنتم الشكاوي اللي تجيكم عن طريق إعلام، خلينا نقول أمانة بغداد، تأخذون بنظر الاعتبار هذا الموضوع، إضافة تدرسون الموضوع. نعم. نعم. إضافة إلى فتح سجل شكاوي داخل القسم. نعم. يتلقى شكاوي المواطنين. نعم. يتم إدراجه ضمن خطة معينة. نعم. يتم إنجاز العمل أول بأول. نعم. أستاذ صادق، بالنسبة إلى ترقيع الطرق، أنتوا. نعم. فقط المناطق اللي تابعة إلى بلدية بغداد الجديدة، من ضمنها بغداد الجديدة، الأمين، نواب الضباط، المشتل. نعم. العبيدي، الكمالية، كلها على بغداد الجديدة. على بغداد الجديدة. نعم. نعم. ترقيع طرق، زين، إذا خلينا نقول مو ترقيع، تبليط عام، خلينا نقول اختصاص المشاريع، دائرة المشاريع. دائرة المشاريع. نعم. نحدد الشوارع. نعم. المتضررة ضمن قاطع الدائرة البلدية. نعم. يتم مخاطبة دائرة المشاريع بخصوص شمولها بأعمال الإكساء. نعم. وبالتعاون مع دائرة المشاريع يتم إنجاز الأعمال أولا بأول. أنا لاحظت الكثير من يعني العاملين في أمانة بغداد، الأغلبية أجور يومية أو تتعاملون مع شركات أهلية، لماذا هذا الموضوع أستاذ صادق؟ بما أن أمانة بغداد أمانة جدا كبيرة، دائرة جدا كبيرة، لا تستطيع أن توفر العاملين الخاصين بهم كملاك دائم على سبيل المثال، لماذا نلتجئ إلى الأجر اليومي أو نلتجئ إلى التعامل مع الشركات الأهلية كي يقوموا بالعمل الفلان في المنطقة الفلانية؟ بالنسبة لأمانة بغداد. نعم. قاموا مؤخرا بتوظيف الأجور اليومي الموجودين اللي يعملون ضمن قاطع الدائرة. نعم. ضمن أمانة بغداد بصورة عامة. نعم. تم شمولهم بالوظيفة وتم تعيينهم على الملاك الدائم لأمانة بغداد. نعم. توجد أعمال نحتاج بها إلى إشراك القطاع الخاص أو. نعم. المتعهدين، تعرف اكو اعمال بالضبط المتعهد. انتوا عندكم مهندسين ما شاء الله. نعم. يعني كثيرين. نعم. المهندسين الموجود، حضرتك ايضا مهندس. نعم. نعم. زين، ليش ما انا انطي المهندس خاص عندي بالبلديه وهو ضمن عمله واختصاصه وعنده موظفين تحت ايده ويقوم باجراء مثلا تبليط هذا الشارع، اكسى هذا الشارع، شارع الفلاني. نعم. الى اخره، ليش نلتجئ الى متعهد خارجي؟ يعني احنا راح يكلفكم اموال فلوس. صحيح، صحيح. ايه؟ هاي الامور كانت موجوده من بدايه 2003. نعم. الان توجه الامانه هو الاعتماد على الكادر المتقدم. نعم. ضمن امانه بغداد. نعم. يعني لاحظ انحسار اعمال المتعهدين. نعم. يعني المتعهدين الموجودين الان بسنه 2023 مو مثل ما كانوا بال 2003 و5 لحد 8 2008. نعم. يعني بدأوا ينحسرون الاعتماد على الجهود الذاتية لأمانة بغداد. حلو. زين، المتعهد كيف يتم التعامل معه؟ مثلا خلينا نقول عندك هذه المنطقة، خلينا نقول منطقة بغداد الجديدة بها هلقد متر مربع. نعم. تمام. نعم. المبلغ اللي تخصصوه هالترقيع هذا تطوبيد متعهد، حتى الترقيع تطوبيد متعهد؟ لا لا، بالنسبة الترقيع لا. بالنسبة للترقيع، الترقيع. نعم. احنا هسه احكي لك على نفسي. نعم. بالنسبة لقسم الطرق احنا عندنا فرقتين، فرقة هي اعتماد على الموظفين الموجودين
العمال موجودين ضمن قسم الطرق. نعم. إضافة إلى أنه الأسفلت اللي مجهز هو مجهز من قبل أمانة بغداد. نعم. يعني ما معتمدين على متعهد بالأسفلت. نعم. الفرقة الثانية هي فرقة مؤجرة تكون أيضا الأسفلت اللي يجهزوه أمانة بغداد. قصدك الزفت اللي الأسفلت. نعم. معنى اللي مشمول بأعمال الترقيع والإكساء. نعم. أي من ضمن معامل أمانة بغداد. المعمل وين يكون مثلا يا مكان موجود؟ موجود قاطع بغداد جديد. لا ضمن قاطع بلدية الكرادة نعتمد عليه. أها. معمل الأسفلت الزعفرانية هم أوه. الاختصاص يعني إذا زفت ما زفت كادر كادر من. نعم. قبل أمانة بغداد يجهز الدوائر البلدية كافة. تمام. نعم. زيناني دا أسمع من بعض العاملين في أقسام البلديات عموما ما أخصص بلدية معينة يقول لك هو أنا أجري 150 ألف دينار من تجي تريد تطلع على فت شغلة معينة مو شرط يعني إكساء. نعم. حتى لو خلينا نقول قسم مجاري غير قسم. نعم. شوفوا يعني من دي يجيك بمنية يعني من وراء خشمة حتى من دي يشتغل من وراء خشمة إلا اللهم إذا أنت مثلا تعطي فد كرامية بسيطة حتى يشتغل. نعم. زين سبب هذا الموضوع أنتوا أقل أجر عندكم جهد صادق بأمانة بغداد. احنا بالنسبة لنا هذا حكيك صحيح. ايه. لحين تعيين العمال الموجودين. نعم. يعني قبل كان اجرهم انه يومي 10,000 دينار. نعم. بالنسبة لنا هسه اغلب العمال هم صاروا موظفين على الملاك الدائم. تعرف انت الموظف اول ما يبدي احنا عانينا يعني احنا هسه العملية صار لها تقريبا 4 أشهر او 5 أشهر من توظفه. نعم. بداية التوظيف هو دائما يكون الاجور يعني قليلة. جور الراتب الشهري قليل. نعم. وذلك لعدم احتساب المخصصات الخطورة الساعات الإضافية مخصصات الزوجية. الآن لاحظ أنه العامل بدأ أجره يزيد يعني. نعم. والحمد لله إن شاء الله نسيطر على هذه الحالة إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث عن الأجور اليومية. نعم. حسب ما سمعت في الآونة الأخيرة توقف الأجر اليومي في جميع الدوائر العراقية. صح. لو احتاجيتوا خلينا نقول عمال أو احتاجيتوا موظفين. نعم. أنتوا كدائرة تلتجون إلى الأجر اليومي تعينون لو شلون أستاذ صادق ممكن تتحدث عن هذا الموضوع؟ بالنسبة لنا العمال اللي كانوا يشتغلون. نعم. ضمن أمانة بغداد. نعم. تم تعيينهم على الملاك الدائم وفق. نعم. قرار 315. نعم. بالنسبة أكو أعمال مستحدثة ضمن قاطع الدائرة البلدية أحكي على جميع دوائر أمانة بغداد. نعم. هذه الأعمال المستحدثة اللي تتطلب تشغيل عمال يتم مخاطبة أمانة بغداد. نعم. الدائرة الرئيسية أنه بتشغيل عمال إضافيين لغرض إنجاز المشروع الفلاني. نعم. تحدد عدد العمال والمدة اللي نحتاجها لهذا العمل. نعم. مخاطبة أمانة بغداد يتم استحصال الموافقات الأصولية لذلك. والعمل على هذا زين وراها تنهون العمل مالته لو يبقى مستمر معكم تجددون العقد الأجر مالته حسب نوع العمل حسب نوع يصدرون بأمر طبعا أكيد يصدر بأمر. نعم. بالمدة والعدد عدد العمال ومدة. نعم. العمل في حالة أنه نحتاج إلى أعمال صيانة إجراء. نعم. أعمال صيانة. نعم. يتم تمديد العمل. نعم. وحسب رؤية المهندس المختص في هذا العمل أكيد أنتم دائما محتاجين إلى موظفين وإلى عمال البلدية أكيد. شغلها ما يوقف صحيح صحيح شغل البلدية. نعم. الكبير المهندس صادق كاظم عبد الله يا حبذا تتحدثنا عن الفترة الأخيرة وأشوف الحملة الكبيرة من قبل أمانة بغداد في بعض المدن العراقية دا أشوف هناك حملة كبيرة لإكساء الشوارع صح. لماذا لم نرى هذا الشيء سابقا؟ لماذا إلا أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإكساء شوارع بغداد وريد بغداد تكون أجمل وأجمل يلا دا أشوف بدأت التحركات الفعلية الجادة بهذا الصدد سابقا ليش ماكو هذا الشيء؟ احنا الصراحه هو سابقا اكو اعمال لكن مو نفس الاعمال الموجوده حاليا. نعم. نعم. يعني احنا هسه نلاحظ اقرار الموازنه 3 سنوات هاي فادنا. نعم. نعم. فادنا بصوره كبيره انه. نعم. من الممكن ان نفتح اعمال ضمن اعمال الاكساء. نعم. هناك خطه لدائره المشاريع ضمن جميع الدوائر البلديه. نعم. احنا بالنسبه لدائرتنا حصلنا على 300 ألف متر. نعم. مربع اكساء.
نعم. يشمل شرق القناة وغرب القناة. هسه حاليا في الوقت الحالي؟ حاليا في الوقت الحالي. يعني مبلشين انتوا راح تكسون الشوارع؟ احنا بالنسبة لشرق القناة بلشنا من يوم الخميس. من يوم الخميس مصادف يوم 18/5 بلشتوا بإكساء اغلب الشوارع بديتوا بالحملة. احنا بالنسبة لنا بلشنا بشارع 70 ضمن محلة 743 مدخل النواب الرئيسي. نعم. هذا اعمال توسعة على جهتي الشارع 3 مترات من كل جهة. حلو. وأعمال إكساء بالنسبة إلى مقتربات جسر المشتل، مقتربات المشتل تعرف هناك ازدحام على النفق، نفق المشتل أنت جاي من القناة باتجاه المشتل زخم مروري جدا يكون كلش كبير. نعم. احنا توجيهات من السيد أمين بغداد. نعم. بخصوص دراسة الأماكن اللي توجد فيها زخم مروري كبير وكيفية طرق المعالجة. نعم. تم مخاطبة أمانة بغداد بوجود زخم كبير للشوارع وتحديد الشوارع اللي بيها زخم. بلشنا من يوم الخميس قلت لك أعمال توسعة أعلى القناة. أكو عندنا رصيف تقريبا طوله حدود بال 20 متر أو 25 متر. نعم. ما مستفادين منه صحيح. يعني رصيف كلش عريض كلش عريض يعني ما له داعي أصلا يعني. بالضبط. فإحنا خاطبنا أمانة بغداد، حصلنا الموافقة، السيد الوكيل الفني طلع على الموقع. نعم. نعم. وشاف أنه اقتراح مضبوط وحلو فوافقه وبلشنا بأعمال التوسعة. يعني هذا راح هاي خطوة جدا مهمة طبعا كلش مهمة. يعني تخفف من الاختناقات المرورية الموجودة عندنا في العراق. أكيد. احنا بالنسبة لنا رئاسة الوزراء كان عندها جاي تركز على تخفيف الاختناقات المرورية بصورة كبيرة. يعني هاي خطوة مباركة. أكيد. لأن لاحظ أنه أغلب الشوارع فيها اختناقات مرورية. سيد رئيس الوزراء دائما. نعم. من يطلع بالتلفزيون تلاحظه يركز على أماكن الازدحامات. يعني حكم على الشارع اللي قال أنه هو 6 كيلوات ومتوقف عن العمل ليش. فراد من الدوائر البلدية كلها خطة شاملة لفك الاختناقات المرورية. تمام. بالنسبة لنا احنا هسه رفعنا مقترح أنه مجسر بمساعدة السيد الوكيل الفني طبعا. نعم. طلع. نعم. على الموقع وشافه. تم تحديد اماكن مجسر العبور. وين راح يكون هذا المجسر حتى يسمعون المشاهدين؟ هذا المجسر هو عباره عن مجسرين. وين بيا منطقه بغداد منطقه جديد؟ تقاطع العبور اللي هي وين شارع المدارس مدرسه رام الله مقابل العمارات الفلسطينيه. السايد اللي جاي من المشتل باتجاه الفضيليه راح يصير مجسر يعبره الى البلديات. حلو. واللي جاي من البلديات يعبره على المشتل يعبره على الفضيليه. على الفضيليه المشتل. نعم. على الفضيليه يبقى سايد المشتل. مشتل هذا راح يبقى سالك يعني ماكو اي ازدحامات بهذا الشارع. تم اختيار نقاط اختبار ومباشرة الشركة ان شاء الله، وان شاء الله العمل حسب ما وعدونا الشركة انه خلال 7 أشهر أو 8 أشهر ينجز العمل ان شاء الله. واحنا نتمنى ان تكون هناك توعية من قبل المواطنين من يشوفون اكو مجسر زين أن يعبرون عليه. يعني أنا دا أشوف يعوف المجسر ويعبر من الشارع. حاليا دا أشوف لا أكو فوضى بهذا الموضوع. صح. العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور. صح. مما. صح. يؤدي إلى حوادث كثيرة. صح. للأسف الشديد نتمنى من أمانة بغداد تكثر المجاسر في عموم شوارع بغداد والمحافظات أيضا حتى نقلل من الحوادث. نرجع. صح. إلى نقطة جدا مهمة المهندس العزيز والصديق الحبيب الأستاذ صادق كاظم عبد الله بخصوص الإكساء. نعم. هل لديكم قياسات معينة في إكساء لنفترض الشارع الفلاني السمك الارتفاع كذا؟ إذا ما اقتنعت بهذا التبليط راح تقول للمتعهد لا فلشه السمك ماله هذا قليل، احنا نريد نضاهي الدول الأخرى. صح. نريد مو أحسن من عندنا في تبليط الشوارع كذا. عندكم سياقات معينة بهذا الموضوع؟ بالنسبة للسياقات احنا مثل ما قلت لك بداية اللقاء. نعم. انه اعمال الاكساء هي ضمن اعمال دائرة المشاريع. نعم. بالنسبة لنا احكي لك على اعمال الترقيع اللي تقوم بها الدائرة البلدية. نعم. وبما انك انت حضرتك يعني مسؤول قسم طرق. نعم. فعندك معلومة اقدر اعطيك معلومة. نعم. نعم. معلومة. نعم. بالضبط. اي بالنسبة لنا احنا يتم تحديد الشوارع المتضررة. نعم. لاحظ اذا كان التضرر ضمن طبقة سطحية للتبليط. نعم. نعم. فيتم قشط او 5 سنتيمات. نعم. لحين الوصول إلى الطبقة القوية الموجودة. نعم. بالتبليط. نعم. ويتم إعادة ترميمها. نعم. بالنسبة إذا في حالة وجود روطانات مرات إنه شارع هو صاير به روطان نتيجة وجود كسر ماء أو مجاري. قصدك تخسف؟ تخسف في الشارع. نعم. نعم. يتم معالجة التخسف معرفة نوع التخسف إن كان مجاري أو مي
مخاطبة القسم المعني لغرض المعالجة، بعد إنجاز أعمال المعالجة يتم صب الموقع، ينصب أقل شيء يسموه 25 سنتيم صب. نعم. وبعد ذلك نقوم بأعمال ترميم الشارع. وأنا أتمنى من أمانة بغداد ومن جميع البلديات أو من دائرة المشاريع والطرق، مو صحيح المسؤولين عن مو عن الترقيع، حضرتك مسؤول عن الترقيع وبارك الله بيك، وانا ادري بك انت ما تقصر وجربتك بشغله معينه وشفتك اهلا لذلك، الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا طبعا انا اشيد بحضرتك من طلبت من عندك على شارع معين ولو هو فرعي، لا انت ما قصرت حضرتك، ولا المهندسه المبدعه ايضا تحياتنا الى ست كافي عبد الحسين. نعم تحياتي. نعم لها كافي وياك مبدع موجوده مبدعه جدا، تحياتي لها الست كافي عبد الحسين، ما قصرت نهائيا. صح. اتمنى من دائرة المشاريع عند اكساء اي شارع في بغداد او المحافظات يجب الانتباه الى سمك التبليط، ويجب ان تكون بمواصفات جدا عالية حتى نحافظ عليه، مو لي سنة وسنتين وثلاثة واربعة مثل ما شفت قبل فترة احد المواطنين ناشر في احدى المحافظات مبلطين شارع وصاير بيه فالتخسف كل الشبير، اندلفا يدل على العمل محترماتي الغير جيد لهذا المكان. صح. المفروض هذا المكان يتقشط ويندق وكذا، يلا بعدين التبليط، ولازم ان يكون السمك ماله على الاقل فد 10 سنتيم اذا مو اكثر او اقل. انا ما اعرف هذا الشيء، انتوا افهم من عندي. اللي اتمنى من امانة بغداد النظر بهذا الموضوع، حتى انا افكر الأربعين سنة اللي قدام، ما أفكر اليوم وباشر لمدة سنة أو سنتين، شنو الفائدة تعبنا يروح هيك سدى. صح. صح لو غلط؟ صحيح. اللي أتمنى. المهم الحديث معك طبعا جدا شيق أستاذ صادق، كلمة تحب توجه إلى جمهور برنامج شخصية معروفة واللي دي تابعون حضرتك الآن. إحنا تعبنا وسوينا في مثلا متنزه الجمهورية اللي موجود الآن، اشتغلنا وكملنا، شفته جدا حلو، تعديت من يمه بارك الله جهودكم، وكان نعم. توجيه المدير العام استاذ نجم بي، وبالنسبه لي يعني يعني من مدح نفسه وذمها، بس انا اوصل الساعه متاخره للبيت، مرات اوصل 12 الوحدة بالليل للبيت. نعم. في سبيل نطلع بنتيجه حلوه. نعم. للاسف انه ورا ما تم افتتاح المتنزه لاحظنا انه المواطن ما مهتم به، يعني خلي يعتبر انه هذا الانجاز هو له. نعم. اضافه الى انجاز متنزه حديقه مالك بن انس كملت، ومسافة دونمين وربع تقريبا هي مسافتها، حلو، وطلعنا بإنجاز حلو. نعم. لاحظنا أنه عدم اهتمام المواطن بهذا المتنزه. طبعا أنا أشكرك في نهاية اللقاء المهندس العزيز والصديق الحبيب الأستاذ صادق كاظم عبد الله، أتمنى لك الموفقية والنجاح بعملك، ونشوفك يا ربي بمنصب أعلى وأعلى إن شاء الله. أشكرك لأنه لبيت الدعوة وحضرت هذا اللقاء الجميل، وأكيد وضعنا النقاط على الحروف. أنا أشكرك جزيل الشكر، تحياتي لك أستاذ صادق، الله يحفظك، رحم الله والديك، الله يخليك. إذا المشاهدين الكرام، كان ضيف الحلقة المهندس صادق كاظم عبد الله مدير قسم الطرق في بلدية بغداد الجديدة. لنا الملتقى إن شاء الله في حلقات أخرى، لا نقول وداعا بل إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة.